امرأة اعتمرت ولكنها تطيبت قبل أن تقصر، فما الحكم يا فضيلة الشيخ؟ نعم. ولكنها امرأة اعتمرت ولكنها تطيبت قبل أن تقصر، فما الحكم؟ تقصر. نعم. فما الحكم؟ على محظور، يحرم على المحرم أن يتطيب إلا أن يتحلل من إحرامه. المحرم يحرم عليه الطيب بعد الإحرام، فهذه فعلته إن كانت متعمدة عليها الفدية، وإن كانت ناسية أو جاهلة فليس عليها شيء. ولكن المحرم إذا نسي أو كان جاهلا وتطيب ثم عرف خطأه وعرف أن ذلك محرم عليه، فعليه أن يبادر بغسل الطيب، عليه أن يبادر بغسل الطيب من يده أو ثوبه.